أهمية هذا اللقاء هو كيفية تفعيل المحاسبة العمومية والمستجدات التي عرفتها في عدد من دول على غرار ما هو موجود في المحاسبة الخاصة، بأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدتها المحاسبة الخاصة، لأن هناك نظم وهناك نظريات من اللازم أن تتأقلم وأن تطبق أيضا في القطاع العام، وأعني بالقطاع العام كل ما يتعلق بالدولة والجماعات الترابية، لأن هناك نظريات تمكننا من تدقيق المحاسبة وإعطاء جميع المعلومات للسلطات العمومية. باش تبقى الخبر في راسك، ما عليكم غير تشتركوا في لاشين يوتيوب ديالنا، وما تنسوش الضغط على جرس الاشتراك باش تبقى ديما الخبر في راسك.